أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس وقنواتها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الكروية هنا من العاصمة الألبانية تيرانا، ومباراة الإنجليز في إطار التصفيات المونديالية، الوصول لقطر 2022. المنتخب الإنجليزي المنتصر في أولى الجولات بخماسية نظيفة على سان مارينو في إنجلترا ينتقل إلى تيرانا هنا في ألبانيا من أجل تحقيق النقطة السادسة والوصول للانتصار الثاني تواليا في تصفيات القارة العجوز من أجل مونديال العالم. ألبانيا بقيادة الإيطالي المدرب ريجا كانت انتصرت في الجولة الافتتاحية. يلعب كرة شو لفودن، فودن التوزيع والدفاع، وكرة ترجع ركنية في وسط الميدان للمنتخب الألباني. كرة بعد أيضا نصف نهائي في التسعين، سايب كرة يعطي باس راس راس خطيرة جدا، تسديدة وفرصة كادت تؤول إلى أول الأهداف. كرة ممتازة عكسية الإنجليزي في إمكانية هذا الشباك بهكذا طريقة، والدفاع تمشي كرة من فودن خطيرة جدا، يخرج فودن، يخرج الحارس المعروف في الأواسط الأوروبية. أول تمشي كرة عن طريق فودن على القائم الثاني بالراس، ياخذ الكرة اوت، ترجع كرة منتخب الألباني، هذه خطيرة بالراس صعبة جدا، الهجوم كرة خطيرة، محاولة المنتخب الإنجليزي عن طريق ماونت والدفاع والخطأ والورقة الصفراء الإنذار على اللاعب إسماعيلي. فرصة كبيرة، هاري كين يمشي، هاري كين ودينج فيليبس، وكرة أي كلام، والكرة الثابتة ترجع بالراس خطيرة حذاري، وكرة ترجع على خطأ لمنتخب ألبانيا. هذا هو قائد المنتخب الإنجليزي من هكذا كرة ثابتة، كذي الكرات العرضية خطيرة وملعوبة ممتازة، والحال كرة خطيرة عن طريق ماونت، العرضية والدفاع من أصعب الكرات على المنتخب الألباني. هذه منه شو كرة في العمق، وترجع كرة ووكر، ووكر التسديدة والحارس باريشا، باريشا يتصدى، هنا كرة خطيرة جدا، يمشي ماونت يعمل العرضية، كرة خطيرة، محاولة التوزيع، الآن الخوف على ألبانيا من هكذا كرة ثابتة خطيرة في دقيقة 38، التوزيع من تشاب الرأس والهدف الأول، 1-0 هاري كين، 1-0 من القناص هاري كين، لعب سبيرس وهداف توتنهام، يسجل بالمناسبة للمباراة الثامنة على التوالي. كرة للإنجليز ملعوبة ودان، فرصة الهدف الثاني، هاري كين خطيرة، قدم فيليبس لهاري كين، هاري كين ستيرلينج، ستيرلينج خطيرة والهدف الثاني، وكرة على العارضة، فرصة للهدف الثاني والكرة على العارضة. المنتخب الإنجليزي من الجهة اليسرى قاعد يحدث الفارق، الهينج يحدث الفارق، ستيرلينج، ستيرلينج رحيم، فرصة الهدف الثاني، تمشي كرة لرحيم ستيرلينج، والكرة ممتازة وملعوبة والأطراف تتقدم والهدف الثاني كان قريبا. تتحرك رحيم في مناطق الجزاء، حاول يحذر والتسديدة من فودن، وكرة على القائم بمساندة باريشا، كرة حلوة المنتخب الإنجليزي، فرصة كرة المنتخب الإنجليزي، كرة ممتازة، ولكن الانتقال حل الهجومية، يمشي فيليبس والدفاع، الدفاع يتصدى، 0-0 ممكن، ستيرلينج التغيير، هاري كين وفرصة للهدف الثاني من هاري، هاري كين قريب من هز الشباك لثاني مرة. مدرب الفريق ساوث جيت في آخر تسعة ممكن الهدف الثاني، خلص كورة المنتخب الإنجليزي، خلاص الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق ماونت.